سلمى، يعني بعد هل تعلم رح نضل بالأجواء الطبية وبأولى فقراتنا لليوم وضمن مساحتنا لليوم رح نحكي عن مشكلة بيعاني منها الكثير وخصوصا الصائمين خلال الشهر الكريم، وهي رائحة الفم، حيث يمكن أن تسبب لهم بعض الإحراج، يمكن لعدم اتباعهم الأسس رعاية الفم الصحية خلال الشهر الكريم. أكيد نرمي، رح نتعرف أسباب رائحة الفم وكيف ممكن يتم معالجة هذا الشيء مع ضيفنا لليوم بفقرتنا الطبية الدكتور عماد الدين الأيوبي الاختصاصي بجراحة الأسنان وطب الأسنان. يسعد صباحك ورمضان كريم دكتور. علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير. انت بخير يا رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. علينا وعليكم. بداية دكتور خلينا نحكي من العنوان، يمكن بتتعدد الأسباب لظهور رائحة الفم بين أسباب صحية أو عوامل كتير وخصوصا بالشهر الكريم، خلينا نتعرف على أبرز الأسباب معك. هلأ نحكي أول شيء عن أسباب رائحة الفم بشكل عام. تمام. قبل ما نحكي أنه خلال شهر رمضان، أسبابها ممكن تكون أسباب فموية المنشأ، أنه سببها هو موجود سواء الأسنان أو اللثة، ممكن يكون سببها أسباب عامة، مثلا ممكن يكون الجهاز الهضمي، ممكن مشاكل بالدم، مشاكل تانية. هنحكي اليوم على الأسباب اللي ممكن يكون سببها هي الأسباب الفموية، اللي هي أول شيء مثلا إجا لعنا مريض عنده رائحة فم، أول شيء بنشوف مشكلة الفم عنده واللثة، إذا في مشاكل بنحلهم، ضلت الرائحة ساعتها بندور على أسباب تانية مثل ما حكينا، إذا في مشاكل بالجهاز الهضمي أو باللوز أو شيء تاني. هلأ بالنسبة للفم والأسنان، أحد أهم الأسباب هي التهاب اللثة. التهاب اللثة، اللثة بشكل عام لازم تكون ملتصقة بالسن، إذا صار فيها التهاب ممكن أنه تبعد عن السن، وبالتالي بيصير في فراغ ممكن أنه يجمع فيه لويحة جرثومية، بتجمع فيه فضلات طعامية ممكن أنه تسبب عنا، بيصير في تخمرات ويصير في رائحة فم كريهة. يعني كثير في مرضى من هنن وصغرهم متعودين لما يحكوا مع حدا حاطين ايدهم على تمهم او بيتحاشوا انه يقربوا عليه، بتكون هي مشكلة كثير بسيطة، مجرد تقليح للسة او تنظيف او تجريف الى يعني كمرحلة تانية بتنحل المشكلة. احيانا بتكون المشكلة عبارة عن نخور موجودة بالاسنان، يعني ممكن انه نخر جميع مثل جورة عامل بالسن بتتجمع فيه البقايا الطعامية، كمان بتتخمر بتطلع ريحة. في مرحلة من العمر كمان ممكن انه تزيد فيها مثلا مرحلة بزوغ الأسنان، مثلا بالكبار مثلا عمر 18-19 سنة ضرس العقل بيكون عم يطلع، لما يطلع ضرس العقل ممكن انه يساوي مثل جيب بحشي تحته، كمان فضلات طعامية ممكن انه يسبب هالشي. فهو هي المشاكل غالبا الشائعة على رائحة الفم، وكلها تحلها بسيط، معالجة نخر او قلع ضرس عقل او انه معالجة التهاب اللثة. اكيد. هي طيب هي الاسباب المرضية. لا خلينا نحكي كمان دكتور، مو بس الاسباب المرضية، يمكن في بعض العادات، يعني بعض الاشخاص مثلا بيهملوا تنظيف الاسنان بعد السحور. تمام. فبيضل في بقايا طعام لفترة طويلة من الوقت. خلينا نحكي عن العناية الفموية، أهمية العناية الفموية خلال شهر رمضان، كيف بتختلف؟ يعني مثلا اللي كان متعود يفرش أسنانه مرتين باليوم بأوقات معينة، تغير حتى عليه ترتيب الطعام وتناول الطعام بشكل عام. هلأ بشهر رمضان الكريم في عنا فترة صيام طويلة، فبشكل طبيعي بده يظهر في ريحة للفم، يعني إلى عدة أسباب، أهم سبب منها الأسباب هو الجفاف اللي بيصير بالفم. فترة الصيام الطويلة حيصير في عنا نقص بالسوائل بالجسم، الجسم بيحاول يخفف من إفراز السوائل لحتى يحافظ عليها، أحد هالسوائل هاللعاب، بالتالي حيصير في عنا تخفيف من إفراز اللعاب، حيصير في جفاف بالفم، وجفاف الفم ممكن يؤدي لهالرائحة. سبب تاني لتظهر الريحة أثناء الصيام هو نتيجة فترة الصيام الطويلة، الجسم بيلجأ لاستهلاك الدهون المخزنة فيه، استهلاك الدهون المخزنة بينتج عنا مواد بنسميها مواد كيتونية، رائحتها كمان كريهة. هلأ هدول السببين الأساسيين لأنه الصايم الريحة فمه بتكون أكثر من غير الصايم. بقى من هالناحية طالما هالسببين اللي عنا لحتى نتحلاشا هون، نحاول قدر الإمكان أنه ما نعطش أثناء النهار. شلون؟ ما بعرف. إنه ناكل أكل صحي بين وجبة الفطور والسحور، يعني نخفف من المشروبات الغازية، نخفف من السكريات قدر الإمكان، نلجأ للفواكه، نلجأ للأطعمة اللي ما لها رائحة، يعني ممكن مثلا الثوم، البصل، في مواد تانية هي لا بتطلع ريحة وما بتحسن تفرش أسنانها خلال النهار، أو في ناس بيتحاشوا انه يفرشوا اسنانهم خلال النهار، هالشيء بيسبب انه يزيد الريحه. فبنلجأ اول شيء مثل ما حكينا انه للاغذيه الصحيه، ثاني شيء
نشرب كميات كبيرة من السوائل خلال هالفترتين. ثالث شيء معلومة كتير مهمة وكتير كل رمضان بيسألونا عنها المرضى، انه فرشاية الاسنان بتفطر ولا لا؟ فرشاية الاسنان لا ما بتفطر، بتحسنوا تفرشوا اسنانكم لو حسيت بطعمة بتمك طالما ما بلعت شيء ما في، بس المضمض تمنا شوي تمام، تتمضمض منيح، تعمل جهدك انك ما تبلع شيء، بس هذا بيكون كافي. نتبع نفس الاجراءات العنايه اللي بنتبعها بالعاده، طبعا قبل السحور بنفرشي وبنتمضمض بشكل كامل، واثناء النهار بنفرشي اسناننا ما في مشكله نهائيا، ما بياثر على الصيام. دكتور يعني حكينا كثير عن عوامل بتسبب رائحه الفم، ذكرت لنا بعض العوامل الصحيه وحكينا عن عوامل طبيعيه، وقلنا احنا بسلمى برمضان يعني اجباري الواحد بده ياكل المنكهات، يمكن اللي ذكرتها حضرتك هي البصل او الثوم، ولنفرض اللي هي بتتنوع على الموائد الرمضانيه، كيف الواحد ممكن يتخلص من هاي الرائحه او اثارها؟ ممكن نعنع او اعشاب معينه او سوائل معينه ممكن تساعد انه نروح هاي الريحه؟ هلا في مثل ما حكيتي في مواد طبيعيه ممكن انه تعدل من هالشيء، مثل ما قلتي النعنع كثير بيساعد، معجين الاسنان كمان اللي موجوده ممكن في نوع من انواع العلكه كمان بتساعد على هالشيء، بتحرض كمان من افراز اللعاب، في عده انواع يعني. طبعا مثل ما قلتي الواحد صايم وبيجي لاخر النهار تحرميه من شيء مو معه، بس يعني حاول مثلا دغري بعد وجبه الفطور ياكل هالقصص هي اللي بده اياها، بعدين معه من الفطور للسحور ينوع، ياكل فواكه، ياكل مواد انه الياف، شيء ما يكون فيه سكريات كثيره يكفي، ويكون يعني على مثل ما حكينا شرب السوائل كثير اساسي، وعلى طول الفترة يعني. في ناس عادات سيئة انه مباشرة على السحور على الفطور عفوا بيشربوا كمية كبيرة من السوائل هيك خلص للسحور، لا ما بيتخزن السائل، بينما انت يفترض على طول ما لك قاعد يعني يفترض من 2 ل 3 لتر يشرب تقريبا على الفطور ولا قبل السحور كمان، يفترض هالكمية انه من السوائل، يفضل الماء طبعا عن السوائل عن انواع العصائر الثانية لانه فيها سكريات كثيرة. اكيد كمان دكتور يعني يمكن حكينا انه في بعض الاشخاص بيكون عندهم حالات مرضيه هي بتسبب رائحه الفم دائما، في ناس كانوا متعودين سابقا على بعض انواع اللي هي المزيلات لروائح الفم اللي هي بتيجي بخاخ، بعض الناس متعودت انه هي دائما تبخ منها، هل هي كمان مسموحه برمضان وهل في لها مضار على الاسنان؟ ويعني بعض الناس بتقول انه هي السوائل ممكن تاثر على مينة الاسنان. هي لا هي يعني ما لها مسموحه برمضان، هي بسبب الافطار لانه عم تفوت يعني ما عم تمام تمام. هلا هو غالبا بالنسبه لهالمرضى اللي متعودين على هالشيء يعني 90% هن سببهم عندهم مشاكل بالاسنان، يعني مثل ما انه عندهم مشاكل باللثه، مجرد ما عملوا تقليح للثه تنظيف لها بتختفي هالمشكله. يعني لهيك بنصح ان هدول الاشخاص اللي في ناس تراكم اللويحه وتراكم القلح والكلس على الاسنان بيكون سريع، اللي بيعرفوا انه عندهم هالشيء يفترض انه قبل رمضان مثلا قبل كم يوم قبل اسبوع يعملوا تقليح وتنظيف للثه، كثير بيفرق معهم الوضع وكثير بتختفي ريحه التن. يعني هو السبب الاساسي عند اغلب الشائع هو المشاكل اللثويه نتيجة قلة العناية الفموية. نعم. يعني العناية الفموية مو بس فرشاية الأسنان، إضافة للفرشاية في الخيوط كتير لازم نهتم فيها، لأنه أكلنا مثلا على سحور وجبة بين الأسنان ضل في فضلات بتتخمر، يفترض نستعمل الخيوط لحتى نقيم كل شيء فضلات، إضافة للمضامد الفموية المختلفة لحتى نساوي منظومة عناية فموية شاملة، هالشيء كتير 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 بخفف من رائحة الفم. دكتور يعني بختام فقرتنا خلينا نحكي شوي عن اساليب التنظيف الاسنان، احنا بنعرف يمكن في المعجون والفرشايه، في يمكن سلمى منتشره الاعواد الخشبيه اللي هي يمكن كثير سيئه على اللثه، كيف نحن ممكن شو هي الادوات التنظيف اللي ممكن نحن نستخدمها، ونحكي عن موضوع جلسات التنظيف اللي بتصير عند الدكتور قديش هي مهمه. هلا بالنسبه مثل ما حكينا لمنظومه العنايه الفمويه هي عباره عن 3 شغلات، اول شيء فرشاه الاسنان اللي لازم تكون فرشاه اسنان فعاله، بمعنى انه الى عمر، يعني مثلا عمرها 3 اشهر خلص 3 اشهر مو نستنى لحتى شعراتها يذوبوا ويفنشوا وما عاد يبينوا، لحتى تضل فعاله. المعجون الاسنان ما له الاهميه الكبيره، الهدف الاساسي منه هو التزليل، والباقي كلياته عباره هو عن دعايه تجاريه لا اكثر، المهم هو عمليه التفريش تكون تفريش فعال بشكل صح وبيشمل كل الاسنان وبكل سطوح الاسنان. الشيء الثاني للمسافات بين السنيه بنستعمل الخيط، يفترض الخيط اللي كمان يكون خيط سني رفيع ما بيأذي اللثه وبنستعمله بطريقه صح بحيث انه نطلع الفضلات لبرا مو انه نضغطها باتجاه اللثه.
الشيء الثالث هو المضامض الفمويه، الاراني اللي ما بتصلها الفرشاه او الخيط بيوصلها منها، وفي كثير انواع مضامض حتى فيها مواد مثل الفلور اللي بتزيد من حمايه الاسنان. بالنسبه للعيدان الخشبيه استعمالها مؤذي، ما بيصير انه نستعملها لانه بتاذي اللثه وبتساوي فراغات بين الاسنان، بتزيد المشكله مع الوقت. الحل هو اذا غالبا بنستعملها لما يكون في عندنا نخر او يكون في عندنا مشكله، الحل هو انه نحل المشكله مو انه نستعملها بشكل دائم، لانه قيمك عن التجرثم اللي ممكن تسببه ممكن تزيد المشكله اللي موجوده عندنا بالاصل. اكيد طبعا. يعني يمكن معلومات كثير اليوم قدمت لنا اياها دكتور عماد الدين الايوبي، بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا كثير ان شاء الله. شكرا كثير لك دكتور. عفوا. يعني